بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا خير من سئل وأجود من أعطي وأحسن من خلق وأحق من عبد وأولى من دعي وأبر من أجاب. أعنا رب على الدنيا بالعفة والقناعة وعلى الدين بالطاعة وطهر رب قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم هب لنا فرجا قريبا ونصرا عزيزا وصبرا جميلا وفتحا مبينا وعلما كثيرا نافعا ورزقا واسعا مباركا في عافية بلاء وارزقنا العافية من كل بلية وارزقنا يا رب تمام العافية وارزقنا رب الشكر على العافية وارزقنا رب قلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم ارزقنا في يومنا هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رب رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا وأهلينا وأقاربنا ومعارفنا ولمن أحبوا وأحسنوا إلينا ولمن له حق علينا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من النار يا حليم يا جبار يا كريم يا من لا يعلم كيف هو إلا هو. اللهم يا خير من سئل وأجود من أعطي وأحسن من خلق وأحق من عبد وأولى من دعي وأبر من أجاب. أعنا رب على الدنيا بالعفة والقناعة وعلى الدين بالطاعة وطهر رب قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم هب لنا فرجا قريبا ونصرا عزيزا وصبرا جميلا وفتحا مبينا وعلما كثيرا نافعا ورزقا واسعا مباركا في عافية بلاء وارزقنا العافية من كل بلية وارزقنا يا رب تمام العافية وارزقنا رب الشكر على العافية وارزقنا رب قلبا منعما
بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم ارزقنا في يومنا هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رب رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا وأهلنا وأقاربنا ومعارفنا ولمن أحبوا وأحسنوا إلينا ولمن له حق علينا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النار يا حليم يا جبار يا كريم يا من لا يعلم كيف هو إلا هو اللهم يا خير من سئل وأجود من أعطي وأحسن من خلق وأحق من عبد وأولى من دعي وأبر من أجاب أعنا ربي على الدنيا بالعفة والقناعة وعلى الدين بالطاعة وطهر ربي قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم هب لنا فرجا قريبا ونصرا عزيزا وصبرا جميلا وفتحا مبينا وعلما كثيرا نافعا ورزقا واسعا مباركا في عافية بلاء وارزقنا العافية من كل بلية وارزقنا يا رب تمام العافية وارزقنا رب الشكر على العافية وارزقنا رب قلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم ارزقنا في يومنا هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رب رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا وأهلنا وأقاربنا ومعارفنا ولمن أحبوا وأحسنوا إلينا ولمن له حق علينا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النار يا حليم يا جبار يا كريم يا من لا يعلم كيف هو إلا هو